بسم الله الرحمن الرحيم. لو عندك مشكلة في استهلاك البطارية في هاتفك أو في جوالك، يعني لما يكون عندك مشكلة في بطارية الجوال تخلص سريع، يتسرب الشحن سريع، يعني فيها مشاكل، ماذا نحتاج؟ نحتاج عندها إلى إعادة دورة شحن البطارية في الهاتف. وهذه المشكلة أيها الإخوة والأخوات لها حل بإذن الله سبحانه وتعالى، وحل رائع وجذاب وجذري بإذن الله عز وجل. الحل الأول أنك تفضي البطارية تماما، يعني حاول تكون البطارية فاضية تماما في الجوال. رقم اثنين، اترك الجوال بعدها حوالي ساعة، يعني حتى تتأكد أن البطارية فاضي 100%. رقم ثلاثة، استخدم شاحن الجوال الأصلي حتى تضمن النتيجة الممتازة والمرجوة بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا تشحن الجوال بالشاحن الأصلي الوكالة. رقم أربعة، اشحن الهاتف أو الجوال حتى يصل 100% وبدون أن تستخدمه، ويكون طافي أحسن، يكون الجوال طافي أفضل. بهذه الأربع الخطوات سترى إن شاء الله أن البطارية عادت لها الحياة من جديد، وسترى الفرق بإذن الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.